بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فشكر الله إمامنا حيث أسمعنا كلام ربنا غضًا طريًّا كأنما أنزل الساعة. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا حصلت هذه الأهوال وهذه الأحداث العظيمة الرهيبة، إذا حصلت سوف تعلم كل نفس، يعني كل نفس مكلفة من جن وإنس، ما قدمت وأخرت. كما قال الله جل شأنه: وحصل ما في الصدور. فيحاسب الإنسان يوم القيامة وتعلم النفس ما الذي قدمته وما الذي أخرته، ما الذي عملت من خير أو من شر، ما الذي أسرته أو أعلنته. كل هذا يوم القيامة سوف ينشر كتاب الإنسان، يفتح السجل الكتاب الذي كتبه الملك، كتبته الملائكة، يجعل أمام الإنسان: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لكن تعالوا بنا إلى موضوع هذه السورة، ثم ننظر تنزل هذه الآيات ونتصور وقوعها على هؤلاء الذين خوطبوا بالدرجة الأولى، وهم من كذب بوقوع يوم القيامة، كذب بالحساب. موضوع هذه السورة تأكيد وقوع الحساب يوم القيامة، وفي ضمن هذا تأكيد البعث، أن يحيي الله الناس كلهم ويحشرهم، وأن يحشرهم في أرض المحشر، ثم يكون الحساب بعد ذلك بعد هذه الأهوال من قيام الساعة. والمذكور هنا بعض أحداث يوم القيامة. نحن اليوم لله الحمد مؤمنون بوقوع يوم القيامة، لكن إذا أردت أن تعرف وقوع هذه الآيات وأمثالها وأمثالها على نفوس الأولين، جاءت هذه السورة، نزلت فيما نزل في هذا الموضوع من تأكيد وقوع يوم القيامة والحساب. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إن أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل، يعني تقصد السور هذه القصار التي فيها التأكيد يوم القيامة والجنة والنار والحساب. تقول: إن أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، فلما ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. وإن أول ما نزل: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. تقول: وأنا جارية ألعب، يعني نزلت هذه من سورة النجم الآية، تقول نزل وهي تذكر، تقول: وأنا جارية ألعب، يعني طفلة صغيرة تلعب، يعني عمرها أقل، يعني قرابة 4 سنين أو أقل. قالت: فلما ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، نزلت البقرة وآل عمران والنساء وسائر الأحكام بعد ذلك، في يعني آيات الأحكام الحلال والحرام. إذن كانت السور الأول، كان من أول ما نزل بمكة أيها الإخوة من القرآن عامته يعالج هذه القضية، النبأ العظيم، عما يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. الآيات اختلفوا في وقوع يوم القيامة،
شككوا استبعدوا استحالوا. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فتنزل هذه السورة التي معنا سورة الانفطار من ضمن ما نزل، وكل سورة لها جرس ولها عمل يزيد على أخرياتها. المواضيع محددة لكن الأساليب والعبارات والسياقات. فالله جل شأنه يخاطب هؤلاء القوم بالدرجة الأولى من قوم النبي صلى الله عليه وسلم الذين يؤمنون بالله ربا لكنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من توحيد العبادة لله جل شأنه. يقول نؤمن بالله الرب لكن عندنا آلهة نعبدها يقربون إلى الله زلفا، والله يريدهم أن يخلصوا العبادة له وحده. وفذلك كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام وما جاء به. فتأتي مثل هذه السورة وهم يؤمنون بالله ربا وهم شاكون هذا القرآن الذي نزل على محمد. منهم من آمن وهم القليل، والأكثر لا زالوا في شك وحيرة، ما عندهم برهان، ما عندهم برهان. فتأتي هذه السورة من خلال إيمانهم بالربوبية، بأن الله هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لشؤون هذا الكون كله. إذا السماء انفطرت هم يعلمون، الذي خلق السماء هو الله، لا ينكرون هذا. ولاحظ مفتتح السورة وافتتاحيات هذه السور بذكر هذه المخلوقات يوم القيامة. هم يرون، هم ذكروا بهذا بالسماء والماء والمطر والنبات والإحياءات الكثيرة هنا في الدنيا ليتأكدوا وليستدلوا من وراء ذلك على قدرة الله جل شأنه على بعث الناس، إنبات الناس، بعثهم بعد أن كانوا ميتين. إذا السماء انفطرت، إذن يعلم هذا العربي الجاحد بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه جاء بهذا القرآن بهذا الوحي بإعجاز، ما استطاعوا أن يدانوه ولا أن يأتوا بمثله، وقد كانوا في مقام التحدي فعجزوا. وهذا النبي محمد الذي يعرفونه لا يكذب، لكنه جاءهم بأمر عظيم خالفهم، ثم يأتي هذا القرآن يعجزهم، فيكون هناك اختلاجات في أنفسهم وترددات وأسئلة نفسية. إذا السماء انفطرت، محمد يخبر بخبر ربه يزعم أن السماء سوف تنفطر، متى؟ إذا السماء انفطرت، انفطرت يعني انشقت كما جاء في الآية الأخرى، إذا السماء انشقت وسوف تكون وردة كالدهان. إذن هذه السماء سقف العالم الذي لا يرون من ورائه شيئا، وإنما يرون علوا وزرقة، لكن هذا السقف هذا سوف يتشقق، هذا خبر جديد بالنسبة لهم. إذا السماء، وإذا هم عرب يعرفون هذه أداة شرط، إذا بعدها ما بعدها، إذا السماء، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب، انتقال من السماء إلى الكواكب أدنى منها، وهم يعرفون الكواكب النجوم هذه الأفلاك، وإذا الكواكب انتثرت. إذن الآن يفاجئهم أو يأتيهم علم جديد من خلال هذه الصور التي نزلت أولا وهي مترادفة متواترة عليهم بمعاني محددة، بمعاني محددة، فتحدث في أنفسهم من الأسئلة. وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار، تذكر الآن آيات أرضية، وإذا البحار فجرت، إذن البحار هذه العظيمة سوف تفجر، تفجر ماذا؟ بأي شيء تفجر؟ وجاء في السورة في الآية الأخرى سجرت، سجر نارا، وأيضا تفجر يزداد انفجار الماء فيها. وإذا البحار فجرت، ثم ينتقل الآية الرابعة هنا من أحداث يوم القيامة وهي ما يتعلق بأجسادهم، وإذا القبور بعثرت، رجع الأمر إلى الذي كذبوا به من خلالهم. فيقول أيضا كما أن السماء
تنفطر والكواكب تنتثر والبحار تفجر، القبور تبعثر، ويعرف معنى البعثرة، تلفظ الأرض، تلفظ ما فيها من أجساد الموتى والكنوز، وإذا القبور بعثرت. وتلاحظ التسلسل هذا أو التسلل إلى نفوسهم من خلال هذه الأمور، آيات عظام، ثم يأتي القبر الذي سوف يخرج منه الذي كان يظن أنه نهاية. وإذا القبور بعثرت، ولعل النفس تكون باشتياق إلى ما بعد هذا الخروج، علمت، ما يقال سوف ترى كذا وكذا، لا، مادة الحساب، مادة الحساب الذي سوف يحاسب عليه، علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذن أنا الآن أقدم وأؤخر، أنا الآن أعمل وهذا العمل يسجل علي وسوف يأتيني وحاسب عليه يوم القيامة، علمت نفس ما قدمت وأخرت. ثم يلتفت الخطاب مباشرة الإنسان الكافر: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وهو يعلم هذه الكرامة، يعلم أنه أكرم من بقية المخلوقات الأرضية، كرم الله خلقه، فلماذا يهين نفسه ويردها أسفل سافلين؟ وقد سمع أن الله جل شأنه يقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. يعني سوف يرد الكافر أسفل سافلين ولا يرتفع إلا بالإيمان. علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. إذن خطابات تحدث اعتلاجات نفسية وحديث نفسي ومراجعة داخلية. يا أيها الإنسان، من الذي يخاطبه بهذا الخطاب؟ يا أيها الإنسان، هل هو محمد؟ لا، عليه الصلاة والسلام. هذا خطاب من الله الذي يخاطب الناس كلهم: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يعني فيه تنبيه، فيه تذكير. أي برهان جعلك تترك الحق وتترك ما يخبر به الوحي؟ ما الذي عندك؟ ما عندك إلا غرور. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ لا يملك مثل هذا الخطاب الرحيم الشفيق من خلال الوعد والوعيد إلا الله جل شأنه. لكن الطاغية والظالم والقوي إذا قدر عاقب، ولا يكون هناك خطابا رقيقا أثناء العقوبة وأثناء دفع التكذيب ودفع من يتمرد عليه، لكن الله جل شأنه يرغب ويرهب: الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا، كلا كلمة ردع، أداة ردع وزجر ونفي لمزاعم، وهي مزاعمهم أن لا بعث. كلا بل تكذبون بالدين. لا، واجهه بحقيقة مشكلته بعد أن تسلل إليها. الأمر أنكم تكذبون بيوم الحساب، الدين عن الحساب، الجزاء، الحساب. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. تكذبون بالحساب، والله جعل عليكم حفظة، يسجلون أعمالكم، يكتبون أعمالكم حتى إذا جاء يوم الدين حوسبتم. وكذلك يرسل الله يجعل لكم حفظة يحفظونكم من أن تتخطفكم الشياطين وغيرهم. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. الملائكة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون بما أقدرهم الله، مكنهم الله وأعطاهم القدرة على الإحصاء والكتابة، يعلمون ما تفعلون. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ثم تأتي القاعدة بعد أن وجه وأنكر عليه وطولب بالبرهان وما عنده برهان، ما عنده إلا غرور، تأتي القاعدة التي تخرجه، والآن يعطى المخرج: إن الأبرار لفي نعيم. فلعله يتشوف إلى أن يكون من هؤلاء الأبرار. من هم؟ إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فلعله ينفر
فيعود إلى نفسه فيعلم أنه هو الفاجر إن استمر على ما هو عليه. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين، ذاك اليوم الذي كذبوا به، يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، ملازمون لها لا يخرجوا منها إذا ماتوا كفارا، وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، التفخيم، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم هذا الجواب يعني تفخيم الأمر، ذلك اليوم ما هو، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، كما قال الله جل شأنه لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. هنا قول الله جل شأنه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، هذا فيه قطع علائقهم بما يعتزون به ويعتمدون عليه ويستقون به من عصبية، من قومية، ومما يملكون من رياسة وجاه ومال وولد، ما ينفع. يوم القيامة تنقطع كل هذه العلائق، لا يبقى الملك إلا لله جل شأنه، ولا ينقذك ولا يرفعك إلا عملك الصالح. فإن لم يكن هناك إيمان وتوحيد لله والعياذ بالله هلك الإنسان وكب على وجهه في النار. يوم لا تملك نفس لنفسها، يوم القيامة الذي كذبوا به، يوم الحساب، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، ما في شفاعة إلا أن يأذن الله لمن رضي عنه، لأنهم كانوا يتخذون الآلهة شفعاء، يقولون هم شفعاؤنا عند الله، ما تنفع، ما تملك حتى النفس، الإنسان ما يملك لأخي شيئا فضلا عن هذه الآلهة المزعومة. أيها الإخوة، هذا بعض مذاكرة حول بعض ما سمعناه من كلامه، من تلاوة الإمام لكلام ربنا، فنسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يحيي قلوبنا بالقرآن، وأن يرفعنا وينفعنا في الدنيا والآخرة بالقرآن. اللهم صل على محمد. شكر الله لكم حسن حسنة.